صباح الخير عليكم المتتبعين ديالي، نتمنى تكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال باذن الله. ندعو الصلاه على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مبروك عواشركم ومبروك عليكم العيد ان شاء الله، يدخل عليكم الصحه والرزق وكل ما كتمنوا باذن الله. ان شاء الله اليوم نشارك معكم صابلي اقتراح للعيد، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، وتجربوه بالمقادير ديالي كيجي ناجح وكيجي اكثر من ناجح. نتمنى ان شاء الله تجربوه، حلوه ديال صابي كتجي اكثر من رائعه. ندوزو ان شاء الله المقادير. انا كنحتاج 250 غرام ديال الزبده حراره المطبخ كما كتشوفوا، قطعتها نضيف عليها قرصه ديال الملح، وغادي نضيف عليها جوج كيسان ديال السكر كلاصي، تجي اكثر من رائعة، نتمنى ان شاء الله تجربوها. نضيف عليها جوج كيسان ديال السكر كلاصي كما تشوفو، وكاس السكر كلاصي كاس العنبة باش كنعرفو. نحاولو نعبو هاد الزبدة ربع كاس العنبة، الكأس الأول، وغادي نضيف عاوتاني الكأس الثاني، وغنضيف الكأس الثاني هذاك صافي. وغادي نحركو العناصر كلها حتى نذوبو داك الزبدة وتولينا على شكل كريم ديالنا. كتجي أكثر من رائعة هاد الصابلي، إلا جربتو بهاد الطريقة كيجي أكثر من رائع، وكنخرجو منو الشكيلات اللي بغينا. شكرا لكم متتبعين ديالي، شكرا للمتتبعين الجدد اللي انضموا للقناة. نتمنى ان شاء الله تكون فائدة في هذه القناة ان شاء الله، ويعجبكم المحتوى ديالها، وما تنسوش علينا بلايك وبالاشتراك الى عجبكم محتوى الفيديو. انا غنبقى هكا حتى غادي نكتب لي هاد السته وتولي على شكل كريمي من الزيت ان شاء الله. وغادي نضيف ليها النكهه ديال الكراميل كتجي اكثر من رائعه، واللي بغى يدير نكهه النعطه يديرها. انا كندير نكهه الكراميل، كاين اللي كيدير مثلا ساشيه ديال فلون كراميل كيجي صابلي اكثر من رائع. بغيتو ديروا النكهه ديال الحامض او الليمون فتبا غير بخمسة دراهم، تمشيو مثلا عند مول هذا المحل اللي كيبيع المواد ديال الحلويات، وكناخذو من عنده النكهات، كنقولو ليه عطينا مثلا 5 دراهم ديال نكهة الناطا، أو 5 دراهم ديال نكهة الكراميل أو نكهة الحامض اللي بغيتو كيعطيكم. الحمد لله كلشي متوفر. هنا غنبقى حتى غادي ندوب هاد الزبدة هادي وتولي عندي على شكل كريمي. من بعد ما داب ليا الزبدة كيما كتشوفو، غادي نضيف جوج بيضات وغادي نحركهم كذلك حتى هما. كاين اللي كيدير فيهم هاد المقادير هادو كيدير فيهم ثلاثة البيضات، أنا كندير فيهم غير جوج بيضات وكيجي صافي رائع، مكيتكدمش ما حتى شي حاجة. هنايا من بعد ما داب ليا الزبدة كيما كتشوفو الزيت والبيض، غادي نضيف هنايا النكهة ديال الكراميل اللي غادي نستعمل معاك، ونضيف هنايا ملعقة ديال الكراميل. كيعطي واحد البنه رائعه، عرفتو دابا الريحه ديالو رائعه. اللي بغى يدير نسمه الباني يدير. هنا غادي نضيف الدقيق قرص كيلو، معنا كيلو انا مهم، غادي نشوفو الا خاصت شي حاجه مثلا غنزيدو شي نص كاس او كاس. شوف ما كنبكولهاش غير كنجربو غير بهاد الطريقه صافي.
هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما جمعتها كتجي مرخوفه كيف ما كتشوفوا. تهز معنا كيلو ديال الفورص، هاد المقادير تهز معنا كيلو ديال الفورص بالضبط. انا غنقسم على ثلاثه تشكيلات اللي باغا ندير. المهم دابا هي غادي نجمعها ان شاء الله، وغنوضعها في واحد البلاستيك وغادي نوضعها في الثلاجه مدة تقريبا ساعة أو ساعتين على حسب. المهم أنا غنوضعها مدة ساعة على ما نحضر الموتيف ديال الشوكولا اللي غادي نزين بيها. شوفو بهذا الشكل نوضعها في الثلاجة ونرجع معاكم. هنا غادي ناخد هاد الموتيف غادي نعمرو بالشوكولا على هاد الشكل هذا، غادي ندير هاد الشكل كما كتشوفو هاد الشكل، وغادي نوضع وسطو هاد الموتيف بعد ما نعمر بالشوكولا توصل كده غادي ندير فيه هذا كذلك شكل قليل، وغادي ناخد هذا الشكل مربع وغندير فيه هاد البابيو حتى هو نخدم بالشوكولاطه البيضاء. كيجي شكلا رائع، كيجي شكل زوين، نديرها بحال هكا وندير هاد البابيو هنا في الشم كيجي زوين. ندوز الشوكولاته ديال الكالا حتى هي رائعه، ما نضيف عليها لا زيت لا والو، غادي نديها فوق با ماغي صافي، وغادي نخليها حتى تذوب مزيان وغنعمروا هذوك لي موتيف ديالنا. كنديروا الحمام مريم حتى تذوب، نبدا نعمر هاد لي موتيف ديالنا بهذا الشكل. وغنوضعهم في الثلاجه هيا هيا كيجمدوا ونزولوه. نستمر بنفس الطريقة تنكمل الكمية اللي عندي كاملة. ندوزو للشكل التاني شكل القلب نفس الطريقة تنعملو. من بعد ما كملتهم كاملين كيفما كتشوفو الأشكال اللي بغيت، غادي ندوز باش نحضر العجينه حتى هي صابلي صافي. هنايا قسمت على ثلاثه الاشكال وغنبدا نسرح في الشكل الاول اللي بغيت فيه كميه كثيره شكل مربع. نوضع بلاستيكه وغادي نغطي بلاستيكه الفوق صافي، وغادي نبدا نسرح فيه فوق سطح العمل، خليه حجم متوسط ما غاديش نديرو رقيق باش ما غاديش نديرو جوج صابلي في صابلي، غنديرو صابلي واحد حجم متوسط اللي يكون شرقيق بزاف صافي. غنبدا نشكل هنا في المربعات ديالي بهذا الشكل بطريقه سريعه وسهله. كنبداو نزولو بهم في الطريقه كما كتشوفو، طريقه سهله وفي المتناول باذن الله وعمليه. نكمل هاد الكميه اللي بقات بنفس الطريقه، ما كنديركو ما والو غير كنجمعو بالبلاستيكه وكنبداو نطلقو فيها بالمدلك صافي. نكمل تشكيل المربعات ديالي، هنا ضروري كندير يديا بهذيك الطريقه كندوز على العجين كله باش نتاكد من ان نفس الحجم. هنا وضعتهم في الطاوله صافي سكتهم وندخلهم يطيبو على نار مهيله باش يجينا اللون ديالهم والطياب ديالهم زوين. هنا درت الشكل الثاني هو بنفس الطريقه، كنطلقو كنشكل الشكل ديالي حتى هو كيجي شكل زوين. وغادي ندوز باش نشكل الشكل الثالث كذلك شكل قلب بنفس الطريقه. كيجي صابلي زوين و رائع مذاقا ومنظرا. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم ويكون ناجح معكم ان شاء الله باذن الله. صافي كنستفو حتى هو في اللاطه ديالنا وكندخلوه الفرن يطيب على نار مهيله، كيجي واحد الطياب ديالو زوين وواحد اللون رائع. هنا كما كتشوفوا من بعد ما كملتهم
كما كتشوفوا لون زوين وكيجي صابلي مقرمش وناجح ان شاء الله. هنايا خديت العسل ودرتو سخنته وضفت عليه قطعه ديال الشوكولاته البيضاء، كتجي كيجي واحد كراميل رائع. هنا خديت هذاك الكراميل وضفت عليه نكهه الحامض باش غنزين بها كذلك، كيجي كراميل اكثر من رائع. طريقه زوينه وسهله وفي الدار يعني وعارفين اشنو دايرين في هذا الكراميل ديالنا. هنا عندي اللوز كوكاسي او اللوز مهرمش اللي بغيتو، صافي هنايا كان او اللوز ايفيلي اللي بغيتو تزينو به. كندهن الاشكال ديالي بالكراميل اللي حضرت وكنوضع الشوكولا بابيون كيفما كتشوفو وكنوضعو في اللوز مهرمش بهاد الطريقة، سهلة وفي المتناول ان شاء الله. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كنستمر بنفس الطريقة حتى كنكمل الكمية اللي عندي كاملة في التزيين. وندوزو للشكل الثاني اللي وضعت فيه الشوكولا في الوسط وزينتو حتى هو كذلك من الجوانب باللوز مهرمش. وكنوضع كمية ديال الكراميل اللي ضفت عليها نكهة الحامض في وسط الشوكولا بهذه الطريقة. وممكن تضيفوا اي ملون عندكم، كيبقى اختيار لكم. هنا غندوز للشكل الثالث اللي هو على شكل قلب، فهو كنوضع فيه الشوكولاتة ديال القلب وكنوضع في الجوانب اللوز مهرمش، كيجي شكل رائع. استمر بنفس الطريقة تنكمل الكمية اللي عندي كاملة ان شاء الله، وغتشوفوا الشكل النهائي ديالو كيجي اكثر من رائع. اتمنى ان شاء الله تجربونا الاعجاب ديالكم، وعيدكم مبارك سعيد والى الملتقى باذن الله.